في الشأن القضائي، تم اليوم الكشف عن دخول القضاة في ضرب مفتوح في صورة ما وقعش تحوير التنصيصات الواردة في باب القضاء في الدستور، حسب ما أعلنته نقابة القضاة التونسيين اللي أعربت عن سحب ثقتها من رئاسة الحكومة المؤقتة ووزير العدل نذير بن عمو. متابع الخروج المجدري. قررت اليوم نقابة القضاة التونسيين الدخول في إضراب مفتوح مع انطلاق مناقشة الباب المتعلق بالقضاء في مشروع دستور، واعتبرت أن فرصة التراجع عن قرارها رهين تعديل الباب هذا بما يضمن استقلالية القضاء. إضراب المفتوح بالنسبة لنا هو اضطرار، طالما وإحنا علقناها على شرط الإضراب المفتوح، قلنا إذا ما يعني منا لحد مناقشة باب السلطة القضائية في الدستور لم يتم تحوير التنصيصات الواردة في مشروع الدستور، ولم يتم سماع القضاة وخاصة من قبل لجنة التوافقات، ولم يتم تعديل التوافقات، على خاطر بالنسبة لنا التوافقات هذه شكلت ضربة قاسمة لاستقلال السلطة القضائية، في حالة وأني باش تظل النصوص القانونية هذه على الحالة الموجودة فيها اليوم، وقتها يظهر لي معركة المصير لشعب تونس الكل ومش للقضاة فقط. وأعلنت نقابة القضاة التونسيين عن سحب ثقتها من رئاسة الحكومة المؤقتة ووزير العدل نذير عمو، وعدم التفاوض معهم على خلفية ما اعتبرته الوضع الكارثي للمرفق القضائي. بالنسبة للنقطة الثانية واللي قررتها النقابة، اللي هي سحب الثقة من وزير العدل ومن الحكومة، باعتباره أنه اليوم ثبت بما لا يدعو مجالا للشك وأن الحكومة هذه ما عندها حتى قناعة باستقلال القضاء، وأن الحكومة هذه ما تنجمش تكون طرف مفاوض بالنسبة لمطالبنا. كما دعت نقابة القضاة التونسيين الهيئة الوقتية للقضاء العدلي إلى الخروج من الأداء السلبي والتفاعل مع الوضعية الحرجة للقضاة وإيجاد حلول عاجلة للمؤسسات القضائية المعطلة.